أيضا بينضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية محسن حسني. محسن، أهلا بك. في هذه اللحظات التي ربما تسبق مباشرة تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، آخر الاستعدادات التي رصدتها أمنيا وشعبيا استعدادا لهذا الحدث الذي ربما يشاهده العالم كله الآن؟ نعم، بعد التحية الآن بدأت أو منذ قليل بدأت مراسم الاحتفال في قصر باكنغهام بالاس. أنا أقف الآن يعني عند بوابة قصر باكنغهام في منطقة مخصصة للإعلام. الجنود بدأوا محسن موكب الملك تشارلز، عذرا على مقاطعتك، موكب الملك تشارلز الذي كنا نشاهده قبل دقائق كان يذهب لقصر باكنغهام. نعم نعم، لو تشرح لنا محسن يعني مراحل مراسم التتويج، هو يصل الآن لقصر باكنغهام، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ الملك بالفعل موجود في قصر باكنغهام، ومن المفترض أن يتوجه بعد ساعتين من الآن إلى كنيسة وستمنستر أبي، حيث تقام مراسم التتويج التي تنقسم إلى خمس مراحل مختلفة، وهي مراحل ذات صبغة دينية، يعني منها مرحلة مثلا تسمى مرحلة القسم، يقسم الملك باحترام القانون واحترام كنيسة انجلترا، ومرحلة تسمى مرحلة المسح، حيث يقوم كبير الأساقفة بالمسح على صدر ويدي ووجه الملك، ثم مرحلة أخرى، وتتولى المراحل الخمس في على مدار ساعتين في كنيسة وستمنستر أبي، تبدأ بعد تقريبا ساعة ونصف من الآن. هذه المراحل هي يعني في مجملها يعني تقليد أو طقوس دينية تعتز بها بريطانيا منذ نحو 1000 عام، وبالتحديد منذ عام 1066 ميلادية حين تم تتويج الملك ويليام الفاتح. نلاحظ معك الآن أو نشاهد معك الآن محسن وأنت تحدثنا ربما من قصر باكنغهام الضيوف والوفود الدولية التي تأتي للكنيسة استعدادا لهذا الحفل. ماذا عن الشارع في بريطانيا محسن؟ شاهدنا ربما حشود كبيرة جدا كانت تصطف لمتابعة هذا المشهد، ما الذي يدور في الكواليس لديك؟ نعم، هناك مقاعد تم نصبها في باحة قصر باكنغهام، وهي مقاعد مخصصة للشخصيات العامة والكبرى ومحاربين القدامى وعدد من يعني المدعوين الكبار. بالإضافة إلى ذلك هناك يعني على جانبي الطريق يصطف مئات الآلاف من البريطانيين، في يعني يبدأ الاصطفاف من قصر باكنغهام بالاس وبطول الطريق حتى كنيسة وستمنستر أبي حيث تقام مراسم التتويج. المسافة بينهما محسن لو توضح لنا. المسافة عدة كيلومترات، يعني في حدود 10 كيلومتر. كل هذه المسافة هي مسافة كبيرة، يعني قد تستغرق 10 دقائق بالسيارة على سرعة بطيئة. ربما نشاهد الآن، عذرا محسن على مقاطعتك، ربما نشاهد الآن رئيس الوزراء الأوكراني وبصحبته قرينة الرئيس الأوكراني من ضمن حضور بهذا الحفل. محسن أكمل. محسن تفضل. نعم نعم، منذ الأمس بدأت الوفود الأوروبية والأمريكية والعربية الوصول إلى قصر باكنغهام، وأقيم حفل استقبال وحفل عشاء للأمراء والملوك والرؤساء ضيوف الملك تشارلز الذين أنا بعتذر محسن أنني أقاطعك كثيرا، لكن أريد فقط التعقيب على الصور التي نشهدها الآن على الشاشة. ها هي لحظة وصول الأمير أندرو الشقيق الأصغر للملك تشارلز، وهو أيضا كان الابن المفضل للملكة إليزابيث. محسن تفضل. نعم، يعني تتواجد الآن أشخاص العائلة المالكة، يعني يأتون بالتزامن شخص بعد آخر. محسن، حضور أندرو ألا يمثل علامة استفهام أم كان متوقعا نظرا طبعا لربما تاريخه الطويل مع الفضائح ربما؟
يعني طبعا هو هناك يعني عدد من علامات الاستفهام، ولكن اعلنت العائله الملكيه منذ فتره ان الامير اندرو سوف يحضر، وان الامير هاري ايضا سوف يحضر، على الرغم من المذكرات التي كتبها والتي اثارت جدلا كبيرا نظرا لما تضمنته من اسرار ما اعتبر اسرار عسكريه في فتره الحرب في افغانستان، وايضا ما اعتبر اسرار تتعلق بالعائله المالكه. ولكن اجمالا تم تجاوز هذا، وتمت دعوه الامير هاري، وهو من بين حضور. هل سيقوم باي دور محسن؟ لا، ليس هناك دور محدد، ولكنه مجرد حضوره هذا يعني انهم يعني هناك نوع من الصفح او المسامحه، وبالتالي لم يؤثر الكتاب الذي اصدره على علاقته بالعيله المالكه. نعم محسن، ربما كنا نتحدث مع ضيفتنا من لندن السيدة منال، وكانت تتحدث عن أنه هناك معارضين للملكية، هناك ربما حركات تدعو لأن تكون بريطانيا جمهورية. هل لمست ربما أي تحركات لهذه الفئات؟ نعم، كان من المتوقع أن تقام مظاهرة اليوم لهذه الحركة الجمهورية التي تطالب بإلغاء الملكية وتحويل بريطانيا إلى جمهورية، ولكن من غير المؤكد حتى هذه اللحظة إن كانت هذه المظاهرات تتحرك أم لا، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن حزمة قوانين جديدة حظيت بموافقة الملك، وهي قوانين تقيد من هذا النوع من الاحتجاج. هذه القوانين كان يفترض أن تصدر في يونيو المقبل، ولكن وزارة الداخلية عجلت بها لقطع الطريق على هؤلاء حتى لا يخرجوا ويتظاهروا. بالحديث عن وزارة الداخلية محسن، متابع الآن ربما حشود كبيرة جدا من الضباط وربما الجنود الذين يعني يذهبون الآن، لا أعرف إلى أي وجهة يذهبون الآن محسن، لو تعرف ربما خط سيرهم. أريد أن أعرف منك عدد أفراد الشرطة والجيش المشاركين في هذه الاحتفالية محسن. يعني العدد الإجمالي لم يعلن، ولكن هناك قطاعات كبيرة، وسلاح الخيال الملكي مشارك، وسلاح الفرسان مشارك، وهذا يعني يختلف أيضا عن قوات الشرطة والقوات الخاصة وعدد من القناصة المنتشرين فوق أسطح بعض المباني القريبة من القصر والقريبة من كنيسة وستمنستر أبي لتأمين الضيوف الكبار وتأمين موكب الملك منذ خروجه وحتى عودته من الكنيسة إلى قصر باكنغهام. استعدادات أمنية، هل تشبه ما حدث في جنازة الملكة إليزابيث أم أنها تفوقها ربما محسن؟ أعتقد أن هذه وطبقا لمحللين وطبقا لما نشرته الصحف البريطانية، هذه الاستعدادات تفوق الاستعدادات التي كانت خلال جنازة الملكة، والسبب هذه المرة أن هناك قلاقل تثير قلق يعني الجهات الأمنية، ومنها مثلا ما أعلنته يعني جهات خاصة بالبيئة وتغير المناخ، أعلن نشطاء البيئة أنهم بصدد مظاهرة. محسن، لا أعرف إن كانت هي على وجه الدقة أم لا، ربما تكون زوجة الرئيس الأمريكي، لا أعرف على وجه الدقة، لا تظهر الصورة أمامي بوضوح. تفضل محسن، كنا نتحدث عن الاستعدادات الأمنية وأنت تقول أنها تفوق ما حدث في جنازة الملكة. لسببين تفوق ما حدث. السبب الأول هو المظاهرة التي أعلن نشطاء البيئة القيام بها لمنع وصول الطائرات أو للاحتجاج على الطائرات الخاصة التي تقل الأمراء والملوك لحضور هذا الحفل، باعتبار أن هذه الطائرات من الأسباب الرئيسية لتلوث الجو وزيادة انبعاثات الكربون. والحدث الثاني يتعلق بمن ينادون بتحويل المملكة إلى جمهورية. لهذين السببين تضاعفت التكلفة الأمنية لتأمين مراسم التتويج حتى نهايتها يوم الاثنين المقبل.